السلام عليكم. مانشيت طلع اعترفت على القاتل قبل موتها، حرق أم وبنتها وإحدى جيرانها، والسبب نقط كانت فيها الروح وبلغت على اللي عمل الوقعة. حرق 3 سيدات بمبابة. الموضوع ابتدى بلاغ من الطبيب المناوب في مستشفى أم المصريين بوصول 3 سيدات متفحمين محروقين من الفئة ألف، فئة الحريق ألف، يعني اللي هي صعبة جدا. على طول راح رئيس المباحث هو ومعاونين مباحث إمبابة. كانت واحدة بنت، البنت الصغيرة توفت، واحدة تاني توفت، ما كانش فيه إلا الست الكبيرة اللي هي كانت عايشة. رئيس المباحث على طول هو بيكلمها، الست كل شوية كانت بتقول بنتي فين وجارتي فين، كان بيقولها موجودين، بالرغم ان هم طبعا كانوا توفاهم الله. في الوقت ده كله حاول الرئيس المباحث ان هو ياخد منها اي كلام علشان يعرف الدنيا فيها ايه او اللي حصل فيها ايه. بدأت تحكي له انا فلانة عندي قد كذا، عايشة انا وبنتي لوحدنا، الست اللي كانت موجودة دي جارتي اللي هي في الشقة مقابلة ليا على طول. رئيس المباحث عارف ان في مشاكل بينها بين جارتها وبين جوزها، واي حاجه لما بتحصل لها بتجري على طول بتحكي الحاجات دي كلها للام الكبيره اللي هي جارتها. يوم ورا يوم ورا التاني الجواز كان تقليدي كان عادي، ولكن بعد كده ظهرت حقيقه الشخص ده، كل شويه كان بيضربها وبيهينها وبيقل من قيمتها، وعلى طول ملهاش حد، كانت دايما بتروح لجارتها بتحكي لها، جارتها بتهديها بتقول لها معلش واستحملي. زوجها عرف بعد كده ان كل شويه مراته بتروح للست فلانه الفلانيه وفضحته، او كانت بتقول كل حاجه بتحصل في البيت عند جارتها. المهم لدرجه ان هو اتخانق معاها في احد الايام وضربها ضرب مبرح جدا وتعورت فيه، وتاني يوم راحت عند جارتها برضه، بس ما قالتلهاش اللي انا المره دي اتضربت عشانك، قالت لها انا اتضربت كالعاده العلقه بتاعت كل يوم. الجارة المتنكدة جت اليوم ده قعدت عند الست دي، ده الرواية اللي بتقولها الست المحروقة في الوقت ده، وكانوا قاعدين بيحكوا وتحكي كالعادة في اللي بيحصل والدنيا والحاجات. المهم شوية وجه جوزها خبط على الباب، دخل لقى الست قاعدة والبنت قاعدة والجارة قاعدة اللي هي مراته، مسك زجاجة مية نار كب مية النار عليهم على طول، وإزازة تاني فيها جاز تك ولع الدنيا كلها ولعت وجري أو مشي. الأهالي كلهم ودوا بعد كده لما طبعا النار ضربت قوي والريحة بدأت تطلع، كسروا الباب دخلوا جوه جابوا ستات مطافجات، المهم يعني في الاخر دخلوا راحوا مستشفى ام المصريين. بعد الموضوع على طول تم ضبط الزوج مباشره. الغريبه بقى ان هو انكر فعل كل الحاجات دي كلها، والاغرب انه كان زعلان جدا على مراته، ده الطبيعي يعني. كان زعلان جدا على مراته والبنت الصغيره اللي ماتت بسبب النار. الزوج اتحبس عن طريق النيابة 4 أيام في 15 في 32 أو في 45 مش عارف ايه بالظبط يعني. المهم الست قبل ما تموت كانت خلاص بتودع الست الكبيرة، قالت أنا عايزة أقابل وكيل النيابة مرة تانية. جالها وكيل النيابة قالت له أنا عايز أعترف لك باعتراف رهيب. لا قولي اللي انت عاوزاه. قالت له انا كدبت عليك والموضوع اللي انا قلته بالنسبه للزوج فلانه ما حصلش، مش هو اللي عمل فينا كده، وحكت حكايه غير اللي حصلت تماما. من الاخر قالت له الوابور ولع فينا فرقع فينا كده كلنا. قال لها طب انت ليه قلتي حاجه زي كده او غيرتي اقوالك؟ ما ردتش. قالت له ما تسألنيش في حاجة تاني يا ابني، أنا قلت اللي عندي علشان أريح
ضميري. بعدها على طول بساعات صغيرة كانت الست توفت، ماتت، ولكن كانت اعترفت الاعتراف اللي هو الأغرب بعد ما هي قالت حاجة تاني. طب انتي ليه قلتي الكلام ده يا أمي وبعد كده جاية دلوقتي تطلعيه براءة؟ هل حسيتي فعلا بالذنب وفعلا الراجل ده ما عملش كده؟ والراجل ما قالش انا عملت، خلي بالكوا قدام النيابة وقدام المباحث، قال انا بنكر حاجة زي كده وانا ما عملتش حاجة زي كده، انا زعلان على مراتي. السر راح معاها، ماتت. الراجل الزوج أخلى سبيله من سرايا النيابة بعد اعتراف الأم أو بعد اعتراف الجارة إن هو مش مرتكب الموضوع ده. طلع الراجل وهو دلوقتي موجود ويمكن بيسمعنا، ولكن في الحالات اللي زي كده هل الموضوع انتهى؟ أعتقد كحيثيات ورقية انتهى، ولكن كتفكير بالعقل كل شوية نفكر فيه، حتى رئيس المباحث ممكن يفتحه مرة تاني، وكيل النيابة ممكن يفتحه تاني لو جدد في الأمور جديد. هو ممكن نطلع من الموضوع ده كذا مغزى، ألا وهو رقم واحد اللي يتجوز يتجوز صح. دي رقم واحد. مش لازم ان انا اتجوز واحد ما بحبوش او ان انا اتجوز واحد علشان فقط ان انا اتجوز، لا، حاولي تفكري صح في الجواز بتاعك. رقم واحد. رقم اتنين، دايما تخلي سرك لبيتك انت وجوزك فقط لا غير، على وعسى هو يبقى مجنون ضارب عقله وفالت ايا كان، ما بيحبش حاجه زي كده، يبقى سرك ليكي وليه فقط لا غير. مشاكل من المشاكل دي بتاعتك انت هو فقط لا غير، مش بتاعت حد تاني. جوزك قال لك خليكي قاعدة في مكان حتى لو هو غلط، اسمعي كلامه هو جوزك، إلا في حالات معينة ما تسمعيش كلامه فيها، الحاجات اللي هي تخص الجانب الديني فقط لا غير، الجانب الديني الصرف اللي هو يعني اللي عايش حوش الحجاب مش عارف حاجات زي كده يعني، لا طبعا. الجار أقرب من القريب، ولغاية النهاردة مش هتقول في كل البلاد، لا في كل البلاد العربية والأجنبية وفي كل حاجة، الجار دايما أكتر من القريب، والصديق أكتر من الاثنين، بس الجار ده اللي أنا هخبط على طول دلوقتي عليه، أنا محتاجك هيجي لك على طول. هو في حاجة صغيرة في القضية ألا وهي لو أنا حاسس دلوقتي بالموت هقول الحقيقة ولا هطلع لربنا وأنا برضو كذاب والحاجة دي ما حصلتش؟ هنا بقى التركية بداية، انت عملتي كده ولا ما عملتيش كده؟ السر راح معاها، ماتت وسرها معاها، طلعته من الموضوع واخلت سبيله، عمل كده او ما عملش كده لا يعلم عند الله. ناخد من الموضوع كله شوية العبر اللي احنا قلناها، وانتوا هتقولوا لنا انتوا كمان على العبر او المواعظ اللي احنا ممكن نعرفها في قضية زي كده ايه. السلام عليكم.